بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور أسامة عبد الحكيم، مستشفى المغربي في دبي ومركز طبيبي بمصر. النهاردة عندنا يوم مختلف شوية. عندي مريضة جميلة خالص اسمها كاترين. المريضة دي كانت كشفت عندي من حوالي سنتين، وكان جاي لي بحالة صعبة جدا صراحة. كان في ورم في المخ، وكانت عملت عملية شالت الورم، وبعدين بعدها جالها شلل في العصب السادس، ومرت بمراحل كتير معانا هنتكلم عنها بالفيديو. وكان حظي كويس لما شفتها اخر مره من حوالي اسبوع، لقيتها بقت كويسه وحالتها بقت احسن كتير، فتحمست وطلبت منها تبقى معانا النهارده. فهي هتبقى معانا النهارده مش كحاله تحول بالذات يعني، لكن كشخصيه مرت بظروف صعبه وعدتها، وانا كنت بنفسي لامس شجاعتها وقوتها في التعديه ده. هي انا كنت كل مره بشوفها بضحك وبسأل نفسي يا ترى جايب الشجاعة دي منين يعني. فأنا تقريبا زيكم النهارده يعني، أنا جاي أتفرج عليها، جاي أسمعها، ما أنا صح أسمع قصتها. أنا ما أعرفش قصة كاملة، أنا كل اللي أعرفه الورم والمخ والعملية، بس ما أعرفش بقية القصة صراحة يعني. فالنهارده أنا مش جاي متحدث معاها، بالعكس أنا أتمنى إن أنا أسمع منكم أنتوا الأسئلة. لو حد عايز يسأل أي سؤال وهي بتتكلم يبعت على طول السؤال، وإحنا هنسألها على طول السؤال ده هو ونسمع منها الإجابة. يعني احنا دايما بنتعلم من بعضنا، بنتعلم من شجاعة الناس التانية، لما بنشوفهم أقوياء بنتحمس، بنبقى أقوى، بنبقى أحسن يعني. فأنا زيكم حبيت أسمعها وحبينا نتعلم منها، بس تعالوا عشان ما نطولش أكتر من كده نشوفهم الأول، نسلم عليهم. هاي كاترين. هاي. هاي دوك، جود ايفنينج. ايفنينج. هاي جود ايفنينج كاترين اند هير هازباند. كاترين وجوزها مع بعض اند زير ات هوم في البيت، و just a few minutes we will watch a simple video, then we will come to talk together. Thank you for being with us today. Thank you so much. Very appreciating your coming today. كاترين يوم ما جات لي كشفت كانت بالشكل ده. كان عندها حول جامد جدا جدا يعني. هو صراحة المنظر ده كمان على فكرة بعد ما اتحسنت يعني. المهم احنا عملت لها أول مرة عملت لها عملية، دخلناها الاول كان في مرحله مرت بيها قبل كده. الاول كان عندها قرحه في القرنيه وكانت العين تقريبا مبيضه خالص، فما جات لي انا قلت هعمل ايه. فالمهم كانت بتعالج مع الدكتور تامر استشاري القرنيات اللي معانا وبعتها لي، فاحنا كنا قفلنا جفونها لفده معينه، خيطنا العين، دي احد طرق علاج القرحه. قفلنا العين خالص وسبناها متغطيه، وبعدين شلنا فتحنا العين بعد كده، فالحمد لله كانت القرنيه عدت. للاسف ما كانش عندي الصوره دي على فكره، انا مش مصورها كتير، ما كنتش مصورها قبل العمليه يعني. هتلاحظوا ان دايما في كل الفيديوهات بتاعتي بكون مصور المرضى بتوعي وهم مارين برحله العلاج، بس للامانه وانا بعالجها انا ما كنتش متخيل انها ممكن تتحسن يعني. كنت حاسس انا هصورها ليه، انا مش حاسس ان هقدر اعمل حاجه معاها يعني. انا نفسي كنت ايه يعني، عندي شويه يأس كده من انها الحاله ممكن تتحسن يعني، فعشان كده ما صورتش في الاول. لكن دي كان صورتها بعد ما القرنيه اتحسنت، كانت عينيها داخله لجوه. دخلتها العمليات، عملت لها عمليه في اليمين، ده بنسميه شلل في العصب السادس يعني، العين ما كانتش بتطلع لبره نتيجه ده. فلما دخلتها العمليات وعملت لها عمليه فطلعت عينيها قلبه لبره يعني. لو بصينا الصوره اللي فوق كانت عينيها داخله لجوه، بعد ما عملت لها عمليه عينيها طلعت على بره. بس كان مع ده بتتحكى، انا كنت بوصل بحاول اقيس ايه اللي حصل يعني، ايه اللي حصل في العين، بحاول اقيس زاويه الحول اللي جدت عليها تاني، وبرده كنت كل مره بدخل بسال نفسي انا هعمل ايه، انا مش بعرف اعمل ايه. فدخلت عملت لها العمليه الثانيه وربنا كرمني وفوجئت انها اتصلحت يعني. للامانه اللي احنا بنتعلم دايما ان او الحقيقه كلها هو توفيق اكتر منها خبره ولا شطاره يعني. ودي كانت في المتابعات بتاعتها، كانت كل مره بتجيلي كنت دايما تحس ان في ابتسامه جميله كده على وشها، عمري ما شفتها مكشره. لما دخلت معايا اول مره خيطنا الجفون كان في وضع مأساوي جدا، كانت بتضحك. لما دخلت عملت لها العمليه الاولانيه وانها كانت طالعه لبره كانت بتضحك ومبتسمه. هتشوف كده لما تتحرك على الناحيه الشمال هتلاقي برده في العين ما بتمشيش للاخر، وحتى البره العين ما بتمشيش للاخر يعني، في شويه عدم حركه يمين وشمال نتيجه العصب بتشل. لكن قدرنا على الاقل نخلي عينيها وهي باصه قدام في النص، فده في حد ذاته يعتبر نجاح جامد. علاج العصب السادس من الحاجات اللي مش سهله، الحاجات الصعبه جدا في الجراحه، ومش عايز اتطرق لها في الحديث هنا لان الموضوع يطول شرحه. لكن احنا كنا موفقين جدا، او كنت موفق جدا، او ربنا كان مساعدني بان انا قدرت اخليها وهي باصه قدامها كويسه جدا. انا نشوف صورتها فرق كبير جدا بين الصوره الفوقيه والتحتانيه دي. وللامانه انا اول ما ابتديت اعالجها انا ما تخيلتش انها توصل لكده.
قرنية كانت بايظة، بقت القرنية بقت شفافة، النظر عندها بقى 6 على 6. She is the best position today. هنا وانا She بكلمها في now العيادة it's totally center. ما شاء الله ما شاء منها الله. بقت الاثنين في النص. Alhamdulillah, she is very good now. Can you look to the right كده؟ Look to the right. انا بامانه كنت You بكشف can look to عليها the right مش side. مصدق نفسي، معقول انا شاطر قوي كده؟ That's good هي to مش see. شطاره، Yeah. هو توفيق من عند ربنا. It was not moving. وحته تانية Look to the دايما left. بشوفها في المرضى بتوعي هو تفاؤل، Yeah, that's good. ثقه، We have some وماس، movement. Alhamdulillah. وحاجات كتير. يعني الاحباط بيبوظ حاجات كتير جدا بما فيها اللي انا Can you معاه. tell me what happened at the beginning? Remember? At the جيت beginning اسالها في when مره you اوقات asked ايه this اللي new حصل policy, عشان yes, افتكر معاه ايه اللي حصل. it's a complication for the brain tumor. بتقول لي هي كانت مضاعفات So عامله my حول eye was deviated to the كانت محول لجوه one year ago. Yeah, this من one حوالي year سنه، كان ago. الكلام ده سنه One year ago. August 10, yeah. You did the surgery, brain surgery, you did brain surgery? Yes. عملت August 10 عمليه في was المخ. the surgery day. Then I went here for the first time last October. Yes, it started from October, last October. Yes, October 2021. Yeah, October 2021, then I came back last January. Yeah. Yeah, then we find out that there is a cornea coronary ulcer, yes. يعني yeah. هي أمام مخ yes. 21 بدنا نعالج القرنية في 22. And we start the treatment for the corneal ulcer when we get وقعدنا نعالج القرنية بتاعتها، وده كان مشوار صعب جدا بس عند the دكتور القرنيات كان مهتم بيها، أنا كنت بتابع معاه. Before the squint there is a you know I did tarsorrhaphy, yes. We closed the lids. كنت تarsorrhaphy ده كان فين؟ أنا خالص العلاج كان صعب. We proceed with the squint surgery. Squint surgery, yeah. And then we بعدين عملنا عملية squint surgery. Yes. This is the second one. This is the second one. دي تاني بعد تاني عملية. الأولانية هنا طلعت لبره. تانية ظبطت معاه. Totally on the center. Now, but the second one is now. Yeah, it's بقول لها العملية التانية كويسة. اه بقت مبسوطة يعني. صلاح كتير يعني الحمد لله. But you are happy now? Sorry. You are happy now? Yes, so happy. Because it's totally different now. If you're going to compare for the first. For sure, yes. The situation yeah. at the beginning, yes. Not 100%, but still. But too much better. Yeah, too much There is a problem in the policy that we cannot move the arm. صحيح مش 100% لكن انا مبسوطة. أكيد طبعًا. عندنا راحل صعبة و You are brave that you are good to the OR and coming and yeah. always smiling. Thank you. كل مرة كانت بتيجي بتبتسم. I have two problem. One yeah. for the brain tumor and one for the, my eye. Yes. Yeah, مشكلتين. But brain tumor is fine now. Yes. والمشكلة It's not الحرب done. There's no significant problem sizes. now. Yeah. مفيش حاجة the last في الوقت الآن. Everything is fine now in the brain. Yes. الحمد لله كل حاجة كويسة دلوقتي في المخ، ما كانش في حاجة. ده كان 23 22 كان في ورم في المخ والحمد لله بقى أحسن، والحول صلحناه وإن شاء الله تبقى كويسة. طبعا كل مره اقول بقى يعني نفسي تذكر ان دايما كنت بتجي لي ومعاها جوزها الهاسباند، يعني دايما كان جنبها ما سابهاش لحظه واحده، بتيجي مع اولادها وبناتها وكانوا يعني دايما فاميلي كده بيضحكوا مع بعض وسعداء على الرغم من الظروف الصعبه، لكن ما شفتش حد بيشتكي ولا تعليم ضايق. ودي كانت مره very positive attitude you have it from this in her life always like that Starting only to 2020. No, I mean positive attitude. Ah, yeah. She's like that in your life? Not like that in your life? Yeah. That's good yeah, for yeah. you. She's a fighter. Yeah, she's a fighter, yeah. fighter. دي آخر مرة جات لي فيها اللي هو الأسبوع اللي فات على طول، وبرضه كان عندها الابتسامة الجميلة دهيا، وهتلاقي حتى ملامح وشها بقت أحلى وحاجات كتير اتغيرت. Our beautiful Catherine. يعني yes. اتغيرت كتير. ويومها كلمتها عشان تبقى معانا، هي صراحه ما تودتش عشان تيجي طبعا عشان اسمعها معاك. Still doing the same thing like before but of course there is some challenges in my life right now but I need you know you need to accept your new life now after the long journey or the surgery. For sure yes. قالت كلمة جميلة جدا ان انت هي ما وصلتش لمرحلة الكمال، ما بقتش كويسة 100%، لسه في عندها شوية مشاكل، لكن لازم تتقبل الوضع اللي انت فيه. الاكسبتنس ده او القبول اللي احنا بنسميه انك تحمد ربنا او تقول الحمد لله من قلبك. الاكسبتنس ان انت تتقبل الوضع اللي انت فيه، اللي ربنا حطك فيه انت متقبله. هي كانت كده من الاول، فحبيت اقابلها ونسمع منها. مش هنطول كتير، نخش عليها. هاي كاثي، هاو ار يو كاثرين؟ Hi, Doc. I'm good. Thank you. Thanks for being with us. And let me hear the story from your side. If you want to present first or you want to talk first, whatever you like, just let me know.
We are Yes. talking to you. احنا Yes. بنسمعك بقى. Yes. And I will translate in Arabic while you are talking. Yeah. So I good evening everyone. I just want to give you a short idea or a view about what happened to me and how and why I met Dr. Osama. It was year 2020. I was diagnosed with right side trigeminal schwannoma. In layman's term, it's a kind of benign brain tumor. I need to undergo to a surgery because of its significant in size. It's like it's not an ordinary tumor. It was in a deep skull in my brain stem. In the brain stem. Yeah. بتقول just give me a pause to translate. بتقول ان هي فجأة جالها ورم في المخ، كان الورم ده عميق جدا في حتة صعبة شوية، بس هي ابتدت تتعامل مع الورم. Go ahead, Kathria. Yeah, in short, it's not you know a crucial operation. It's like between life and death. So last August 10, 2021, God gave me a second life. I survived 15 hours of surgery with the team of the neurologist that led آه. of one minute كده كاتري يا دلوقتي باين الشاشه بتاعتهم، لان هي هتقدم برزنتيشن، يعني هي هتقدم شويه حاجات صور من عندها. بعد كده هنرجع للشاشه بتاعتنا، دي الشاشه بتاعتنا، بس دلوقتي نحط الشاشه بتاعتها. يس جو اهيد. يا With the that led that of Dr. Musa and Dr. Abdullah Kasim in Rashid Hospital. After the operation, there was a complication. I have a hearing loss, a facial palsy in the eye division. يعني my right eye was totally deviated. One minute. يعني after surgery, your hearing is affected. Your hearing yes. also affected, and you have facial yes. palsy. My right ear hearing loss. يعني بعد الورم وعملت العملية ما عادش تسمع بالناحية اليمين، وما عادش حصل الحول عندها، hearing loss and eye deviation and facial palsy، وشلل في العصب السابع. Yes. Yeah, the facial palsy. Until now, it's I having a hearing loss and a facial palsy. لغاية دلوقتي عندها جزء من شلل في العصب السابع، وعدم أو صعوبة في السمع، ما بتسمعش في الناحية اليمين. Yes. Go ahead. Yeah. So after a month after that operation, we decided to search for a good doctor for an eye, for who can help the situation of my eye. This picture, Katri, is this picture for you when you were in the hospital? They were patching. Yeah, this is the this yes. is I was admitted last August 10, then I was discharged at August 28, 2 weeks for in the neuro ICU. Neuro ICU, but they are the one who patched your eyes? These are the people that patched your eyes? Yeah, they are the one who patched my eyes because I had a double vision because of that eye deviation. يعني أنا بفهم منها، هي لما دخلت عملت العملية في المخ جالها حول، فكانت بتشوف الصورة اتنين، وهي في المستشفى هم قرروا يغطوا عين. تغطية العين أحد الطرق إنك تتخلص من الصورة التانية، فهو كان الهدف من الغطا هنا إن هم يخليها تشوف واحد، يعني كانوا بيلغوا عين من العينتين. So they patched your eyes to overcome the double vision. Yes? Yes. 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 That's good. Yes. بعدها ابتدت تدور على دكتور عيون يعالج لها المشكلة. Yes. Go ahead. Yeah. Yeah. Then last October 2, 2021, I met Dr. Osama from Maghrabi Eye Hospital. We explained to him what happened to my eye and what is the situation right that time. So upon doing the checkup, he said to us that he can't do anything during that time because it's too early to intervene for him to intervene because the nerve is still in trauma yes. because of that surgery. Yeah, أنا قابلتها في أكتوبر 2021 أكتوبر 2021 ولا أكتوبر 2022؟ أكتوبر 2021. That is the first time that we first met. Oh, it's a long time. I'm getting old fast. قابلناها في اكتوبر 2021، وكانت جايه بتشتكي من الحول، فانا قلت لها استني شويه لغايه ما، لان كانت لسه الاصابه جديده شويه، وانا كنت قلقان اتدخل بدري كده يعني. يس جو اهيد كاتر. Yeah, then last January 2022 we decided we came back to Dr. Osama because my eye was very red. So we thought that is I got only my eye was irritated. But upon checking he found out that it's not in good condition. It's not producing a natural tears that led into dryness and cause of the red eye.
Yes. And bad thing. My cornea is also affected. Yes. So immediately he recommends me to Dr. Tami, the cornea specialist, also in Maglabi Eye Hospital. Yeah. So after a long treatment for my cornea, Dr. Osama found out that I was developed an eye ulcer. It was treated it again until it healed so that we can proceed to the next procedure, to the next step. Yes, a little bit of the latest one. هي لما جات لي كشفت عندي قلت لها نأجل وبعدين رجعت لي مره ثانيه بعدها فلقيت القرنيه بتاعتها ابتدت تتأثر لما بيحصل شلل في الأعصاب لأن هو ما كانش العصب السادس بس ده كان في أعصاب ثانيه متأثره اللي بتغذي القرنيه فلما العصب ده القرنيه ما بتتغذاش كويس فحصل قرحه في القرنيه فحولتها لدكتور القرنيات عندنا اللي هو الدكتور تامر فابتدى يتعامل معاها وبعدين رجعها لي ثاني لأن كانت القرحه القرحه يعني القرنيه بتتاكل أو القرنيه بتموت فقال لي القرنية احنا مش عارفين نتعامل معاها لانها ضعيفة جدا فانا قلت له احنا هنقفل العين وابتدينا نغطي قفلنا فعلا خيطنا العين وخلي بالكم احنا كنا بنعمل كل ده واحنا انا او دكتور تامر او احنا يعني بامانة ما عندناش امل كبير ان الدنيا هتتحسن احنا شايفين مجموعة اعصاب بايظة والاعصاب دي حاجة مهمة جدا شايفين الامور ماشية من سيء لأسوأ يعني الاول كان شلل في العصب بعد كده ضعف في القرنية بعد كده قرحة في القرنية مش قادرة تستجيب للعلاج فاحنا شايفين الامور ماشية من سيء لأسوأ فاحنا بنعمل اللي علينا ما كناش حاسين ما كناش متفائلين كتير لكن كنا بنعمل اللي الطب بيقولوا لنا نعمله يعني بس هي في رحلة العلاج دي هي مكان let me ask you when we are treating you during the journey you were disappointed or you feel that you were worried about your eyes or anything? Yeah, of course, I'm scared. I'm because I know that is my eye. Yes. So I was totally going to be, going to be blind, right? Because that one is cornea. Yes. So, yeah, so you told me that it's useless if we're going to do the procedure, the squint procedure, if my cornea is not healed. Yes. يعني قلت لها القرنيه لازم تتعالج والا هيروح النظر منها يس جو اهيد yeah then exactly June 2022 دكتور اسامه made the first squint procedure he explained everything to us that my eye is not 100% will be corrected through that surgery but still he did all his best and effort for better outcome and of course he's right It's not 100% that my eye will be back to normal, but I can see the big progress or the big changes in my in terms of my line alignment. Yes. Yeah, and I'm so thankful and grateful to Dr. Osama and for the Maglabi team for a job well done. Thank you so much. هي دخلنا عملت لها عملية وطبعا احنا ما كناش متفائلين اولا بعد ما خفت القرنية طبعا مرينا برحلة قرنية يعني اقتصرت مرينا برحلة طويلة مع القرنية لما خفت ولما خفت القرنية ابتدينا نشتغل على الحول فطبعا قلت لها انا ما اعرفش هنصلح قد ايه هنوصل لفين لكن يعني هنتوكل على الله فمشي الحال ودخلنا في العملية الأولانية ما كناش موفقين قوي دخلنا تاني مرة فعينيها اتظبطت وكانت مبسوطة جدا يعني بتقول لي متشكرة لفريق العمل في مستشفى المغربي Yes, okay. Yeah, then last October 2022, he did it again, the second squint operation for more better alignment for of my eye. Yes. And for the second time, of course, thanks God, he made it. Yes. Seems like nothing happened and everything is normal. Yes. Thanks God that he used Dr. Osama as an instrument to make my operation successful. And this is history up to now, forever thankful and grateful to him for his dedication and kindness. Thank you so much. يعني دخلنا في العملية التانية وربنا وفقنا الحمد لله ان عينيها اتظبطت وبقت كويسة وهي نفسها ما كانتش متوقعة انها توصل للنتيجة دي. Yes, go Kathy. Yeah, so and also of course I would like also to say thank you of course to him. To our God, to my family and my friend, and of course to my church, that for all the support that are giving to me during the difficult time, that one. And also, I just want to encourage everyone who faces this kind of challenges, or suffering from this journey, always choose faith.
over fear. يعني هي بتقول يعني في خلال اي حد يمر بتجربه صعبه زي اللي هي مرت بيها، ان هو لما يبقى هيبقى عنده خيارات، يا اما يبقى مؤمن ويبقى رامي حمله على ربنا، او ان هو يبقى فيل يعني حاسس ان الدنيا سودة والدنيا صعبه. فلو انت عندك الخيارين اختار بالفيث اللي هو الايمان. يعني انت عندك خيارين، مش ما عندكش خيار. يعني حتى لما بتكون الدنيا صعبه، لما بيكون الوضع سيء، ده اللي عايز تقوله، يعني لما بيكون الوضع سيء والورم وعصب وقرنيه، فانت عندك خيار. يعني بيتهيألك لا ده كل حاجه وحشه، ما عادش عندك خيار. لا لا، انت عندك خيار، ربنا مش سايبك كده. عندك خيار يا اما ان انت تبقى مؤمن بربنا ايا كانت النتيجه، او ان انت تقول لا خلاص بقى ده الدنيا صعبه وهتبقى سودة. فانت اختار الفيت اللي هو الايمان على الفيل، على الاحساس. خلي الايمان بينك بربنا، وايمانك بان هو عارف بحالك، وهو اللي بيوجهك، وهو اللي خلقك، وهو اللي مسؤول عنك، وهو اللي عارف انت رايح فين. خلي الايمان ده هو اللي بيتحكم في قرارك. يعني yes you choose faith over feel. yes it's a good statement. What I can say is always pray and have faith and trust the process. Nothing is impossible to God. مفيش حاجه مستحيله ربنا. He will use an instrument to make the impossible to possible things. Like what he did to me, like what happened to me, he used Dr. Osama and still using him to help more people. هو دايما في الوقت المناسب هتلاقيه مديك الحاجة اللي تساعدك ايا كان شكلها بقى. يعني انت ما تستناش من ربنا انه يساعدك بطريقتك، لكن سيبه هو هيساعدك بطريقته. هو اللي عارف ازاي ممكن يمدلك ايده ويصلح لك او يساعدك ايا كان المشكله اللي انت فيها بقى، ماديه، صحيه، معنويه. يس. And also I just want to remind people that having a facial palsy, hearing loss or eye deviation or any complications that you have, there is nothing to be ashamed of. Right? اي مشكله ما تخجلش منها، سواء كان السامع، وشك ملوح، عينك ملوحه، ما تخجلش من الكلام ده. This means when your eye was deviating and it looks this terrible position, you never feel that you are ashamed or annoyed by the people around you. Yeah, and of course, still possible to live in full, to live a full and to have a fulfilling life, even that the complications are there. So as of now, I've accepted the new me. Always stay strong and always stay positive. Always remember that God loves us. أكيد يا سيد، دايما نفتكر ربنا بيحبنا. وخليك إيجابي. طب how you face, how to be, can you explain to the people how to be positive when things go in the negative way. انا بسالها يعني ازاي تبقى بوزيتيف والدنيا ماشيه معاها نيجاتيف، ماشيه حلو. يعني how to be positive, what you will do, you are just to become a positive person. Just of course just pray to God, just pray to God, ask for help to him. No matter what, God will help you. God will never leave you or any if someone will leave you, but God never leave you. Just always smile, of course. Let always smile. Yes, always stay strong. And, always think, you know, that your family, your kids, and of course, you always remember that there's there's a reason behind of that what happened to you. Everything happened for a reason. For sure, yes. But what do you think is the reason for what happened for you? Do you have some idea or just you know that there is a reason, only the reason? يعني السبب اللي حصل لك بس دايما there is a reason. في سبب. I believe that God teach me how to have more faith to him. To him and of course a channel of a channel of blessings to other, because we don't know who are the people who can we cannot know that who are the people that blessed when they can see me, what happened to me, despite of that challenges, they still blessed. Yes, sure, yes. هي قالت ان يعني الفايده من التجربه دي الصعبه، لما كنت بسالها يعني ايه اللي انت شايفه الجوانب الايجابيه، فقالت لي ان انا بقيت اكثر ايمانا واكثر احساسا بالناس اللي حوالين مني. واكيد في جوانب ايجابيه احنا ساعات كتير ما بنكونش شايفينها. يس. What else you want to tell Catherine? So
But I can say to everyone that always think positive, that don't think that you have you know, a different one, even you have a complications, because people don't know what are you trying, what are the challenges during that time. So you need to be strong and always have faith to God. Yes, exactly. I want to ask your husband, it's a good chance he's here now, and always when you came, he always joining you. So I know he's busy and he has his work, but he never left you alone. He never. يعني هو دايما لما كانت بتيجي ايا كان اليوم اللي بتدولها كان يبقى زوجها معاها هنا. طبعا الشغل يعني صعب شويه, لكن هو دايما كان موجود معاها. What your feeling when she came to the first time she told you or you discovered she has a brain tumor? What was your feeling? Of course, during that time, you know, we are really devastated about that news, no? Because it's not easy. Yeah, sure, yes. It is difficult situation. We have to undergo, you know, surgery, difficulties and everything. But thanks God that, you know, He is always there to help us. And we try to be, you know, we try to be always positive in those circumstances and those situations. And, you know, one thing I can say that, you know, as a husband or as a relative to your family members, you need to be patient. You need to be patient and you need to be strong for them, because sometimes, or I think, you are the source of their strength also. They're drawing strength from you. So if you see that, you know, you cannot handle the situation, so for them also, they will be disappointed also, or they will be, what you call that, demotivated. So yes, we need to be patient with them. We need to support them. We need to always be there for yes. our family members. بيقول ان هو يعني كفرد من العيله ان هو دايما لازم يبقى قوي, لازم دايما يوريهم ان هو قوي وان هو قادر يشيل المركب, لان هم بيستمدوا قوتهم منه. فهو كان دايما بيحسسهم بكده ودايما موجود جنبهم بالشكل ده, وان هو دايما ايجابي معاهم. طب there is no time when to came a point when you feel that things will not go well, or you always feel that things will be fine and will we go well. يعني always you feel everything will be fine, or just what you were telling yourself, your story with yourself, how it was going? Well, in the first place, of course, fear is normal, no? Because you don't know what will happen. Yeah. You know, during the 15-hour surgery, you don't know what could have happened during that time. So yeah, it's just a matter of, you know, thinking positive and just be positive always. I mean, pray to God, because He is the only one who can help us in that situation. Oh, yes. Sometimes the patient also, they get depressed because of the situation. It's normal, but you need to encourage them to, you know, to move on, to try to, you know, carry on in the life, motivate them, and just always be there for them. Support them. For sure, yes, yes. This support is very important. هو يعني الحاجتين الأساسيين في الحياة اللي ربنا دايما بيعلمهم لنا, إن احنا نبقى supporting each other, يعني إن احنا نسند بعضنا, وإن احنا to accept, إن احنا نتقبل acceptance, نتقبل الوضع اللي احنا فيه أيا كان احنا فيه, يعني التمرد وعدم القبول مشكلة كبيرة جدا بتدمر حياتنا يعني. But acceptance and patience, يعني القبول والصبر and being supportive of each other is very important for sure in life. And I think this is a big message in all our life, to be supportive, to be patient, and to be accept what we have, what God gave it to us. يعني احنا دايما في جملة دايما بفتكرها لما بتحصل لي مشكلة وبحاول كده اصبر نفسي. There is a statement I always remember it when I have a bad situation. Accept everything as you had chosen it. Yeah. Yes. يعني أي حاجة تحصل لك بلها زي كونك أنت اللي اخترتها. بلاش تحس إنها مفروض عليك. Accept everything as if you have chosen it, and this is make you more comfortable. بلاش تحس إنها مفروض عليك. حس إن أنت اخترتها
وهي بتاعتك انت اللي عايزها، حتى لو كانت حاجة وحشة، تعبان، عيان، العربية، العجلة نامت، ايا كان، الفلوس ضاعت، اي حاجة حصلت، accepted as if you're choosing it and go away. يعني ابتدي يفكر كده، بلاش don't reject and be against things. And what are your kids? How they are feeling? And how they are feeling during the journey? And they are supportive also, the kids were supportive? Yeah, they are very supportive, the kids. Well, that's very good. Yeah, they're very supportive. And also our family members, our friends in the church. That is one of the reason also, you know, that we are motivated also because they are supporting us. Everyone, you know, if you are around with positive people, you know, it can help you a lot. For sure, yes. And especially prayer. Prayer really works. Yes, الصلاه طبعا، الصلاه مهمه جدا، والدعاء لربنا وان تبقى كل حاجه كويسه. Prayer is very important for sure. What's your job, Catherine? What is the type of your job? What's your job? Coordinator. Coordinator. Yeah. Company, coordinating a company. Yeah. Company, Dalsco Waste Management, I am coordinator there. Before I was in that customer service, but thanks God my boss changed my job description now because of what happened to me. So he transferred me to a different job now. So less stress, not that much compared to before. Yeah. So yeah, because he understands that I'm not able to cope out to that kind of stress as of now. Yes, exactly. So you're now doing, you're still in the same job, but in a different title, position, you mean that? I've been there for 17 years. 17 years, 17 years is a long, long time. And in the journey, the boss didn't say your work is finished or something like that. They still No, because they waited me for a long, long time, more than 1 year. And you know, my company have a full support of whatever happened to me. The support is there. The support is the insurance, they try to work on it. Yeah. Oh, yes, it's very good. It's very important because this is you can continue with the trip. No, on the surgeons, you know, a large amount of money you need to produce. Yeah. But because of them, because of my boss, he helped me. The CEO helped me to produce that, and they talked to the insurance that because that Rashid Hospital is not covered in my insurance. Yes. Yeah. So they talked to them. They just asked full support of me. They support everything financially, emotionally, mentally. Yes, exactly. يعني في شغلها بقى لها 17 سنة، ويعني الشغل استحملها لمدة سنة، وكانوا جنبها جدا وجددوا لها التأمين. طبعا التأمين مهم جدا عشان تقدر تعمل العمليات تقدر تخش، لكن هم ما تخلوش عنها لحظة واحدة. I believe your journey is very very important to anyone who has a problem, whatever the problem, he still can face it, and only facing it by, as you said, by praying, by being patient, and by have a faith more than feel. I think this is the most important statement. Thank you, Catherine, and thank you, husband. And I hope you will get better and better and better, and we keep learning from your problems. I think maybe this is another benefit from what you had. Some people maybe listen for you and they get something good to affect their life also. Thank you so much, and thanks for your time. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, doctor. Thank you very much, doctor. Thank you so much. Thank you so much. هنا صورتها قبل وبعد، يعني مش هنطول عليكم اكتر من كده، لكن احنا كان كل الكلام في الاخر ان احنا كلنا بتقابلنا مشاكل، والمشاكل بنحس انها يعني اسوأ حاجه في الدنيا، لكن مش هي الحياه، مش كده حقيقي. هي المشاكل بتبقى بتتحل وبتتفك مع الوقت، او حتى لو ما اتفكتش، يعني هي حاجه ربنا كاتبها بتمشي. وانت اكسبتنس مهمه جدا، اكسبتنس الاكسبتنس الاكسبتنس ده مهم جدا. التمرد والرفض ده مشكله كبيره جدا في حياتنا دايما. ليه ده حصل؟ ليه ده حصل؟ اشمعنى انا دون عن الناس كلها؟ اشمعنى انا؟ يعني مش عايز اطول اكتر من كده، لكن دايما بتحضرني كلمه للشيخ الشعراوي الله يرحمه،
لما كان بيتكلم على الطالب كده، لما الاستاذ يديله النمره وحشه فيروح الاستاذ يقول له اشمعنى انت ليه النمره الوحشه دي، فالاستاذ يروح ضربه على قفاه. كان الشيخ الشعراوي يقولها كده يعني، يروح ضربه على قفاه، طب ليه انت اديتني كده وليه عملتني كده، يروح ضربه على قفاه. لكن لو هو كان راح للاستاذ وقال له انا يعني اسف وانا بحبك واللي انت اللي يرضيك اعمله كده، اكيد كان هيلومه ويحضنه وهتبقى التصرف اهدى شويه. فهو بيبقى التمرد دايما بيبقى معاه رد فعل سلبي، عدم التمرد دايما بيكون معاه رد فعل ايجابي، وتتحسن الامور مع الوقت. Thank you so much and I'll see you in the clinic ان شاء الله. نرجع تاني للحول بقى. الحول طبعا تحسين الحول بيبقى تحسين الرؤيه، تحسين التركيز، البعد الثلاثي، تحسين راحه العينين، تحسين الراحه النفسيه، تحسين التفاعل مع المجتمع. دي كلها فوائد الحول اللي اتكلمنا فيها كتير جدا. هي نفس الحكايه، لما صلحنا على الحول الرؤيه عندها بقت احسن، تركيزها بقى احسن، قدرت تكمل شغلها لان وقفت سنه لغايه ما عرفنا نصلح لها عينيها الاثنين. حتى لو الحول موجود على الجناب لكن على الاقل وهي باصه قدام بتقدر تستخدم عينيها الاثنين، طبعا نفسيا بقت احسن كتير جدا. وده نموذج حي قوي جدا بقى للي جاله حول على كبر، يعني قد ايه لما عدلنا له قال الدنيا فرقت معاه. الرؤيه مش هي ان كل عين تبقى كويسه، الرؤيه ان كل عين تبقى كويسه يعني النظر فيها كويس وايد لين. دايما هنكرر الكلام ده، الرؤيه كويسه يعني النظر في الهندي كويس والنظر في الهندي كويس والاثنين عدلين، زي ما حصل مع كاترين هنا لما العين كانت محوله سواء كانت لجوه او لما طلعت لبره، في الاوضاع دي حياتها واقفه يعني تقريبا مش قادره تعمل حاجه. الرؤيه مش كويسه، التركيز صعب، البعد الثلاثي مفقود، الصداع موجود، الراحه النفسيه طبعا الدنيا بايظه شويه لكن هي كانت اكسبتنج، التفاعل مع المجتمع كان صعب. لكن لما صلحنا الاثنين وخلناهم عدلين حياتها كلها اختلفت، حتى لو في حول على الجناب لكن مازال 70 80% من حياتها وهي باصه قدام، تسوق العربيه، تشتغل، كل حاجه بتبقى احسن. فهنا نموذج حي للتغيير اللي بيحصل لما بصلح الحول في واحد كبير، عشان نفس الكلام ده بينطبق على الاطفال. مش معنى ان هو في واحد كبير يبقى في الاطفال مختلف، نفس الحكايه الطفل لما بيجي له حول حياته متلخبطه، لما بعدل له عينيه الاثنين كل الحاجات دي بتتصلح زي كاترين وحياته كلها بتختلف قلبا وقالبا. فكله نفس الحكاية. إن شاء الله أنا هبقى موجود في مصر من يوم 6 أبريل ل 18 أبريل، ده اللي هو الأسبوع الأخراني من رمضان والأسبوع اللي بعد العيد. إن شاء الله أشوفكم هناك على خير، يا رب دايما كده أشوفكم على خير. ويعني النهاردة أتمنى أن يكون يعني الموضوع يكون فيه نوع من أنواع التشويق شويه، او اللي هو يكون مختلف شويه عن الحول. انا بحب اسمع الناس اللي هم بيبقى عندهم مشاكل وخرجوا منها، لان كلنا بنتقوى من بعضنا زي ما قالوا، والسبورت بيجي من بعضنا البعض يعني. لو في اي حد عنده اي تعليق بس ان شاء الله نشوفكم تاني الاسبوع الجاي في لايف جديد. والف الف شكر ليكم جميعا، ويا رب دايما اشوفكم على خير وكلكم بصحه، وكل واحد متقبل عنده acceptance، وكلنا بنسند بعض وبنبقى كويسين مع بعض، وإن شاء الله الدنيا تبقى أحسن وأحسن. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير.